الحجامة. أيوة. ما تدري ما هي الحجامة؟ لا ما أدري. ومن أي البلد أنت تتكلم؟ أتكلم من إيربوت. عجيب. الحجامة هو سحب الدم بطريق الكأس، تعرف شيء من هذا؟ يسموها في بلاد السورية كأس الهواء. لا يزال الأمر يحتاج إلى بيان. إن شاء الله. هذه يعني يغلب على من يستعمل هذه المهنة أو يتعاطاها هم الحلاقين، عبارة هذا الحلاق الذي كانوا قديما يحلقون الرؤوس ثم أصبحوا حديثا يحلقون اللحى بالموسى، هذا الموس يبقى عادة كما أظن تعلم ماضيا حادا، فهو برشاقة يجرح في مكان من البدن، وهذا فن خاص هم يدرونه، 5-6 شرطات هكذا في البدن يبدأ الدم يخرج، ويكون هو بسرعة البرق قد هيأ كأسا له انتفاخ في بطن يعني من الداخل مثل جرة، فيلقي فيها ورقة يشعلها لأجل أن يخرج الهواء من الكأس، ثم يضعه في مكان البدن الذي جرحه. أيوة. فتلتصق فوهة الكأس بالبدن، وطبيعة الهواء حسب تقدير الله عز وجل بيضغط على الكأس لأنه يريد أن ينفذ إلى داخل الكأس ولا سبيل إليه، فيصبح الكأس قطعة من البدن لا يسقط إلا بصاحب بشدة، فيبدأ الدم يخرج من البدن، ويخرج أول ما يخرج أسود، وحينما يلاحظ بأن الدم بدأ يصفو حينئذ يخلع الكأس ثم يضمد الجرح بدواء خاص. هذه هي الحجامة، قديما كانت هكذا. ثم بعد ذلك أوجدوا آلة أشبه ما تكون بالختم البلاستيك، إذا شفته اللي بيطبعوا فيها بعض الكلمات أو الأرقام، شفت زمانك هيك شيء؟ أيوة. فهو هالجهاز هذا البسيط بيكون عليه شفرات بيكبس من فوق، فبدل ما يشرط بالموس كما ذكرت لك آنفا بقت واحد بيجرح جرح بسيط، وبهالطريقة هاي بيتحاشى انه ياخذ الموسى بيده ويشرط الجلد مرات ومرات. هذه فكرة عن الحجامة، لعلها وضحت لك. ما في كراسي؟ نعم؟ ما يجلس؟ نعم؟ نعم يا أخي، هذه مهنة أنا لست أعرفها ولست مختصا فيها، لكن أنا ذكرت لك خلاصة عنها. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرك الله بهالشغلة يا الله خديك. تفضلي. ظنيت لك ام احمد. لا انا ما كنت هون، هلا اجيت. ايه انا الدكتور قال لي. ايه. ايه.